الصبرون تكل على العالم غير الصبرون حلو يا شباب نبدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم نروح كده المرة اللي فاتت طبعا خدنا كونزرفيشن اوف ماس المرة دي ان شاء الله كونزرفيشن بسم الله كده وركز معايا ايه هي خاصية المومنتم دي خاصية المومنتم حاصل ضرب الكتلة في اتجاه السرعة بخاصية المومنتم حاصل ضرب الكتلة في متجه السرعة طب انا اسألك سؤال الخاصية دي سكيلر ولا فيكتور؟ ها؟ فيكتور تضربت متجه في سكيلر يبقى الناتج ايه؟ فيكتور سؤال اخر مين هنا للصفر ومين هنا للصفر؟ بالنسبة للفيكتور كان ايه اللي بصفر في استنتاج القانون؟ ايه اللي بصفر الناس اللي ذاكر؟ لتشينج صح برافو عليك يبقى ده بصفر صح ها مين هنا اللي بيتفق لتشينج عشان يبقى بصفر لا قولي اسم ده ولا ده ولا ده مين بصفر مش ده كان الاوتبوت ناقص الانبوت وديها الناحيه الثانيه يبقى انبوت ناقص اوتبوت زائد جنريشن بيساوي تشينج والتشينج اللي بصفر الكلام ده صعب يا شباب تعالى بقى ايه واحده واحده كده نحاول نستنتج من هنا ونستنتج من هنا بالراحه كده وركز معايا انا دلوقتي بقول لك الخاصيه اسمها ام في المنتجه دي انا عايز الريت اوف انبوت بتاع الخاصيه دي زي ما اتفقنا الريت اوف انبوت والريت اوف اوتبوت يعني الخاصيه مقسومه على الزمن بتاعها على الزمن يعني ام في على زمن الدخول يعني المفروض ام في المنتجه دي على زمن الدخول قال لك انا هعتبر ان السرعه بتاعه الدخول ثابته فاللي هيتقسم على التايم الكتلة والتاني انا هعتبر انت دلوقتي بقول لك ريت اوف انبوت يعني ام في على زمن الدخول انا هعتبر السرعه ثابته يعني مالهاش ريت يعني مش هي اللي هتتقسم على الزمن مش ده المفروض عندك باسط يعني حاجتين في الباسط مضروبين في بعض مقسوم على حاجه في المقام ممكن تقسم ده على المقام او ده على المقام فده اللي انا هعمله انا هقسم الام على التايم هعتبر ان السرعه بتاعه الدخول ثابته انا حر فيها مشكله فالريت اوف انبوت هيبقى ايه؟ سمشن ام دوت في المتجه ب للي داخل صح الكلام ده صعب ها الاوتبوت نفس الكلام والله اللي داخل يعني سمشن ام في المتجه ب على الزمن يا ترى اقسم الكتله على الزمن ولا البي على الزمن نفس الكلام انا افرض ان السرعه ثابته يعني ملهاش ريت اصلا يعني مش هتتقسم على الزمن يبقى مين هيتقسم على الزمن الكتله الماس الماس على التايم اللي هي الام دوت مظبوط يعني المفروض ده الكلام ده ناقص سمشن اوتبوت ام دوت في المتجه ب الكلام ده صعب ها الكلام ده صعب طب الجينريشن اتفقنا ان الجينريشن والتشينج هو التفاضل بتاعه الحاجه بالنسبه للتايم صح الخاصيه دلوقتي بتاعتك ام في المتجه ب هتعمل لها تفاضل بالنسبه للتايم يعني المفروض زائد دي على دي تي ام في المتجه ب ده الريت اوف جنريشن تفاضل الخاصيه بالنسبه للزمن سواء الجنريشن او التشينج اتفقنا المره اللي فاتت حاجه ساكت خالص الجنريشن او التشينج اتفقنا ان هو تفاضل الخاصيه بالنسبه للزمن الخاصيه ام في المتجه ب بتفاضلها بالنسبه للزمن الكلام ده بيساوي التشينج اللي هو صفر لسه القانون ليه تاتش اخير هقول لك عليه دلوقتي بس اصبر عليا الكلام ده صعب ها في مشكله تعالى نخش على الحاج من تحت هنا. اللي هو ريموتس ترانسبورت سيريز، والله ريموتس ترانسبورت سيريز كان في بي كابيتال وفي بي سمول. طيب البي كابيتال، البي كابيتال هي الخاصيه موضع الدراسه، الخاصيه موضع الدراسه هي المومنتم اللي هي ام في المتجه فيه. طب البي سمول، حد فاكر البي سمول بيساوي ايه؟ الخاصيه على الكتله بي كابيتال على ام، يعني المتجه فيه بس. يبقى نحاول بقى بالكلام ده نعوض هنا، واتفقنا الكلام ده بصفر ليه؟ لانه بيكافئ التشينج فوق، ده هو ده. تعالى نخش علينا، دي بي سيستم على دي تي، البي، البي هي الام في المتجه بي، يعني دي ام
في المتجه في على دي تي. تمام كده؟ بيساوي الحج ده زي ما اتفقنا بصفر، بيساوي الحج ده. بالنسبه للحج ده البي سمول بايه؟ متجه فيه. يبقى المفروض متجه فيه ومتجه فيه يعني متجه فيه تربيع. يعني المفروض اللي هيتبقى لك هو تكامل على كنترول سيرفيس رو متجه فيه تربيع دوت ان دي اري. صح؟ طب وبعدين؟ المفروض المتجه فيه تربيع دوت ان، يعني ايه الكلام ده حد فاكر؟ يعني انت هتاخد مركبه الفي تربيع في اتجاه مين؟ اتجاه الان. صح؟ يعني المفروض رو في مركبه الفي تربيع في اتجاه الان دي اري، اكنك قسمت الكنترول سيرفيس لوحدات مساحه صغيره، وجبت لكل مساحه ضربت الرو بتاعتها، ضربت الرو في الفي تربيع اللي هي مركبه الفي تربيع في اتجاه الان في الدي اري، خدت واحده من الفي تربيع بقت ام دوت. صح؟ مروه في واحده من بي في الدي اريا، الدي اريا اللي هي مساحه حته الكنترول سيرفيس، وده الماس فلوريد. الماس فلوريد ضربته في الايه؟ في السرعه، وقمت مجمع المساحات دي كلها، يبقى يطلع لك سبمشن ام دوت في البي. مين يا جماعه مش فاهم؟ انت مش فاهم؟ يلا يا شباب، حد فاهم انا بقول ايه؟ طب لما اعمل سبمشن ام دوت في، اعمل الانبوت ناقص الاوتبوت ولا الاوتبوت ناقص الانبوت؟ الناس اللي ذاكر الاوت بوت ناقص الام بوت. صح؟ يبقى زائد سمشن ام دوت في المتجه في اوت بوت ناقص سمشن ام دوت في المتجه في ام بوت. ده هو ده. كلام صعب؟ في دلوقتي في مشكله؟ يبقى احنا دلوقتي استنتجنا القانون ده بطريقتين، الطريقه اللي فوق دي اللي هي طريقه الترانسايشن اسود بتاع البنك، والطريقه اللي تحت دي ريمونتس ترانسبورت سيدي. نقول حاجه كمان، القانون ده لسه ليه تاتش اخير او لمسه اخيره عشان يبقى القانون بتاعنا. خلاص وحش قوي. واحد قاعد فاضي طبعا كلنا عارفينه وكلنا سمعنا خلته. اسمه نيوتن. نيوتن ده اكتر عالم في الدنيا له اسهامات في الفيزياء والرياضه. بيطلع قوانين محدش عارف القوانين دي جت منين. بس القوانين دي صح. العلماء اقروا ان هي صح. طلعت اي نظريه مثلا ريمولدز ده قلت لك القانون ده له اثبات. طب نيوتن، في قانون نيوتن اول، قانون نيوتن ثاني، وقانون نيوتن ثالث محدش بيقول اثبات. في قانون الفيسكوستي بتاع فلويد واحد ملوش اثبات. هل معنى ان هو ملوش اثبات انه غلط؟ لا صح. نيوتن واينشتاين اكتر اثنين بيعملوا قوانين من غير اثباتات، تطلع صح. في قانون بقى من بتوع نيوتن، قانون نيوتن الثاني. تعال نفتكره مع بعض، قانون نيوتن الثاني، عشان قانون نيوتن الثاني ده اللي هيساعدك انك تجيب ده او لا. بيقول ايه قانون نيوتن الثاني؟ مجموع القوى كمتجه اف، مجموع المتجه اف بيساوي تفاضل الكتله في المتجه ب. مجموع القوى تفاضل الكتله في المتجه ب. عارف القانون ده؟ انت كنت بتستخدمه وما كنتش واخد بالك، بتستخدمه في الديناميكا من غير ما كنت تاخد بالك. ازاي؟ في الديناميكا كنا بنتعامل مع اجسام صلبه، صح؟ الاجسام الصلبه دي يعني كتلتها مالها؟ كتلتها ثابته، فكنت بتعمل ايه في الكتله؟ كنت بترميها بره التفاضل. يبقى الكتله ثابته، فكنت بتعمل ايه في الكتله؟ بترميها بره التفاضل، يبقى الكتله ايه؟ ولا التفاضل، اللي هيتبقى جوه تفاضل السرعه بالنسبه للزمن. دي ديناميكا. من اول هنا ديناميكا. ديناميكا جسم صلب كتلته ثابته، فكنت بترمي الكتله بره. وكنا بنسمي في الديناميكا تفاضل السرعه بالنسبه للزمن كنا بنسميها ايه؟ العجله. فطلعت في الاخر سمشن الفورسز ام في العجله. صح؟ بس الاصل او الاساس ده قانون نيوتن الثاني له اثبات؟ ملوش اثبات. هل معنى انه غلط؟ لا، قانون صح. يبقى وفقا للكلام ده اقدر اشيل ده، اقدر اشيل ده، واقدر اشيل ده، احط مكانهم ايه؟ سمشن المتجه اف. اقدر اشيل ده واحط مين؟ سمشن المتجه اف. كلام صعب يا شباب؟ صعب التاتش الصغير ده؟ ها؟ صعب. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده في حاجه كده ايه صغيره كده.
انت دلوقتي عندك القوه فيكتور والسرعه فيكتور، صح؟ الفيكتور لو احنا فاكرين من خلال الاستاتيكا، الفيكتور كنت بتقسمه لثلاث مركبات، مركبه في الاكس ومركبه في الواي ومركبه في الجي. لو الناس فاكره مركبه في الاكس في اتجاه الاي، صح؟ زي المركبه في الواي في اتجاه الجي، فاكر حاجه زي كده؟ زي المركبه في الزد في اتجاه كي. كنت بتعمل كده في الاستاتيكا. طيب احنا دلوقتي في لوبه 2، في لوبه 2 والله في اتجاه اكس واتجاه واي، اتجاه اكس واتجاه واي اكيد ده في مستوى السبورت، اتجاه زد عمودي على مستوى السبورت. طب لما انا اقول لك ان كل المسائل هتجي لك في مستوى السبوره، هتجي لك 2 دي، يعني مفيش اصلا اتجاه زد، او احنا المفروض حقيقي في اتجاه زد بس احنا مش هنتعامل معاه. يعني ممكن افك القوه لمركبتين، واحده في اكس وواحده في واي. ممكن افك السرعه لمركبتين، واحده في الاكس وواحده في الواي. طيب لو واحد قال لك انا هساوي اللي في الاكس مع بعض واساوي اللي في الواي مع بعض، هتزعل منه؟ ايه المشكله؟ ما تساوي، ايه المشكله؟ انت هيبقى عندك ده متجه في اتجاه اي وجي، والسرعه متجهه في اتجاه اي وجي، ساوي اللي في اتجاه اي مع بعض واللي في اتجاه جي مع بعض، ايه المشكله؟ ساوي الاكس مع بعضها، الاكسات مع بعضها والوايات مع بعضها، ايه المشكله؟ فالقوانين اللي هتطلع اللي احنا هنحل بيها يا جماعه، مش فاهم وقفني انا الصبير، مش فاهم وقفني انت، اللي هيطلع لك في الاخر الاتي، دول اللي هنحل بيه. هما قانونين بالعدد، سميشن القوه في اتجاه اكس بيساوي سميشن ام دوت في اوت خارج في اتجاه اكس، تمام كده؟ ناقص سميشن ام دوت في انبوت في اتجاه اكس، كلام صعب. في اتجاه واي نفس الكلام، سميشن الفورسز في اتجاه واي يساوي سميشن ام دوت في اوتلت في اتجاه واي ناقص سميشن ام دوت في انلت في اتجاه واي. هما دول القوانين اللي هنحل بيهم. هو القانون ده بس انا قسمته لمركبتين، واحده في اتجاه اكس وواحده في اتجاه واي، صعب. هنت الصغيره كده بالنسبه لاستخدام القانونين دول، لو احنا فاكرين في الاستاتيكا كان بيحط لك في المسائل محاور، في محور اكس ومحور واي. لو كانت القوه مع محور اكس كانت موجبه، صح؟ عكس محور اكس كانت سالبه، ونفس الكلام بالنسبه لمحور واي. نفس اللي في الاستاتيكا هنعمله هنا برضه، لازم يبقى في محاور. لو الحاجة تبع محور اكس، الحاجة اللي هي ايه؟ المتجه اللي عندك اللي هو قوة ومين؟ وسرعة. القوة أو السرعة لو مع اتجاه اكس هتحطها موجبة، لو عكس اتجاه اكس سالبة. ها؟ القوة أو السرعة لو مع اتجاه واي موجبة، عكس اتجاه واي سالبة. يبقى أول خطوة في المسألة لازم المحاور تبقى موجودة. 90% أو أكتر من 90% من المسائل ما بيبقاش في محاور. انت هتعمل ايه؟ افرضه محور اكس، افرضه افقي، مش لازم افقي رايح يمين، ممكن كده، ممكن رايح كده او ممكن رايح كده، مش كده. من محور اكس محور افقي، ومحور واي محور راس. بالنسبه لي انا بحب افرض المحاور مع اتجاه القوه المجهوله في المساله، مع اتجاه القوه المجهوله انا بحب اعمل كده، بس انت حر. صعب، في حاجه اسمها محاور، 90% من المسائل مفيش لها محاور، فانت هتفرض المحاور، القوه او السرعه لو مع المحور موجبة، عكس المحور سالبة. نقطة تانية، إيه أنواع القوة اللي بنشوفها في مسائل الفلويد ميكانكس؟ إيه أنواع القوة؟ القوة طبعًا القانون ده إحنا شفنا خدته قبل كده في فلويد واحد. حد شاف خلقته؟ القانونين دول شفنا خلقتهم قبل كده. إيه أنواع القوة اللي ممكن تبقى عندك؟ في قوة اسمها رياكشن فورسز، قوة رد فعل. قوة رد الفعل غالبًا هي اللي بتبقى مجهولة في المسألة. انت بتحل المساله عشان تطلعها اصلا، غالبا هي اللي بتبقى مجهوله في المساله، اسمها قوه الرياكشن فورسز او قوه رد الفعل. في قوه ثانيه اسمها قوه الضغط. قوه الضغط، ايه الضغط ده؟ مثلا لما اقول لك مثلا الحيطه دي جنبها ضغط، يعني الحيطه دي جنبها ضغط، او الضغط هيعمل ايه في الحيطه؟ دايما الضغط بيأثر عموديا، بيقعد يزق في الحاجه اللي هو جنبها. الضغط بيعمل كده، الضغط طبيعته انه بيزق في الحاجه اللي هو جنبها. مش فاهم برضه، مثلا عندي كنترول فوليوم بالشكل ده، مثلا انا بقول لك كنترول فوليوم من الناحيه ده اهي جنب ضغط. الضغط هيأثر على الكنترول فوليوم ازاي؟
هيأثر عموديا على الكنترول فوليوم، هو بيأثر على الكنترول فوليوم، يعني قوة الضغط على الكنترول فوليوم هتبقى داخلة للكنترول فوليوم. وقوة الضغط طبعا الضغط ده مش قوة. عايز احول الضغط لقوة اعمل ايه؟ اضربها في ايه؟ في المساحة اللي الضغط ده بيأثر عليها. تمام يا شباب؟ يبقى بضرب الضغط في المساحة اللي هو بيأثر عليها. يبقى دلوقتي قلنا الرياكشن فورسز غالبا دي اللي انت بتحل المسألة عشان تأثر. غالبا بتبقى مجهول. بقول غالبا، يعني في مسائل مش هتبقى هي المجهول، غالبا. تاني حاجة قوة الضغط، الضغط بيأثر عمودي على الكنترول فوليوم، بتضرب الضغط فين؟ في المساحة. في قوة ثالثة اسمها قوة الوزن. الجواب بيبان من عنوان الوزن اتجاهه ايه؟ لأعلى ولا لأسفل؟ أنا مش شوية سهل، الوزن فيه في اتجاهات؟ ما ممكن أعمل لك محور واي لتحت، ومحور واي أعمله لتحت لفوق، بس أنا عايز اتجاه، اتجاه رأسيا لأسفل، ده الوزن صح؟ الوزن اتجاهه رأسيا لأسفل. الوزن بيساوي ايه؟ ام في جي. الوزن بيساوي ام في جي صح؟ ها؟ الام كتلة ممكن تفكها وتحط ايه؟ كثافة تحدي صح؟ والجي زي ما هي ايه؟ قوة الوزن غالبا في المسائل بتهمله. إلا لو ايه بقى؟ إلا لو اداك أبعاد للكنترول فوليوم. معنى ان هو اداك أبعاد للكنترول فوليوم معناها ايه؟ معناها ان أقدر أحسب الحد يعني في قوة وزن. طب ما ادالكش أبعاد للكنترول فوليوم يبقى ما أقدرش أحسب الوزن، يبقى أهمل قوة الوزن. شوف مسائل إن شاء الله الراجل اللي قاعد ورا ده مستطاع، خد بالك يا حبيبي. ارميه دلوقتي. ابدأ بقى. الكلام ده أصلاً. عارف حل مسائل؟ الدنيا بتتحل إزاي؟ تالت درس سهل. مش بنلك زي المرة اللي فاتت. قال طالما في ترجيع عسكري محدش يجي يخلص صح؟ ممكن يخلصوا ايه؟ ممكن بس ليه بقى عايز ها براي اقول انا استناك ايه؟ سيكشن متصور ايه؟ ما قلناش حاجه غلط يلا يا جماعه نشوف مساله. وطبعا احنا بنشتغل وحدات اس اي من غير ما نتكلم، يعني الكتله بالكيلو جرام، الزمن بالثانيه، الماس فلوريد. ماس فلوريد كيلو جرام على الثانيه، الكيو اللي هي الديسشارج وحدتها، الكيلو جرام على الثانيه، القوه وحدتها نيوتن. يلا نشوف المساله. دي المسألة بالظبط مرسومة بالشكل ده، ومفيش معطيات زيادة من خلال قرايتك للمسألة. المطلوب هو عايز القوة ايه؟ ده المطلوب. ماسك كرتون وفي حائل بالشكل ده، عمال ترشه بمية، والمية نصها جه كده ونصها جه كده. طيب. نديك محاور؟ لا. في محور عندك في المسألة؟ لا، مش بديك محاور. بقى افرض انا المحاور. طيب القوة اللي هو عايزها دي في اتجاه الأفق ولا رأسي؟ يبقى هتحتاج محور اكس ولا محور واي ولا كلاهما معا؟ اكس. بالنسبه لي انا بحب افرض المحور مع اتجاه القوى المجهوله، انا بحب اعمل كده بس انت حر. يعني القوى المجهوله اتجاهها كده يبقى محور اكس كده. تمام كده؟ اكتب بقى القانون بتاع الاكس. انا ما بحبش اجهز القانون، نكتب القانون والحاجات المجهوله هتقعد تشيلها وتحط مكانها حاجات، هتشوف دلوقتي. ها؟
سميشن الفورس اتجاه اكس يساوي سميشن ام دوت في اوت في اتجاه اكس ناقص سميشن ام دوت في انلت في اتجاه اكس. تعالى دلوقتي نشوف مجموع القوى في اتجاه اكس. والله القوى زي ما اتفقنا ثلاث انواع، في رياكشن فورس زي ما اتفقنا دي غالبا اللي بتبقى مجهوله، فين الرياكشن فورس المجهوله؟ اف. هل مع محور اكس؟ اه مع محور اكس، يبقى احط الاف. هل في قوى ثانيه؟ في ضغط؟ لا مفيش ضغط. ليه؟ حاجه محطوطه في الضغط الجوي، الضغط هيجي منين؟ مفيش ضغط. والنوع الثالث اللي هو الوزن، قلت لك الوزن لو مديك ابعاد الكنترول فوليوم، هل مثلا مديك الحته دي كام؟ عشان تعرف تحسب وزن وحجم والكلام ده؟ مفيش، يبقى هي قوه بس. الكلام ده مثال. اوتلت في اتجاه اكس. الاوتلت كله خارج في الاتجاه الراسي اللي هو اتجاه واي، خارج من هنا وخارج من هنا، مفيش اوتلت في اتجاه اكس. انت بقول لك الاوتلت يبقى في اتجاه اكس. الاوتلت كله خارج في الاتجاه الراسي اللي هو اتجاه واي، يعني مفيش اوتلت في اتجاه اكس. تمام كده؟ ناقص الانلت في اتجاه اكس؟ اه في انلت في اتجاه اكس. يبقى ممكن اقول ناقص ماس في الاورينت، مش في ناقص اهي؟ ماس في الاورينت اهي. السرعه اسمها في جيت، صح؟ السرعه دي مع المحور ولا عكس المحور؟ عكس المحور، اللي هي مش موجب في جي، في جي لا ده سالب في جي. فالسالب بتاعتها هتضرب السالب دي هتخليها موجب. فاهمين يا بولي؟ فالسالب بتاعت دي هتضرب السالب ده هتخليها موجب. طيب الفي جيت معانا صح؟ طب الام دوت مش معانا. ممكن اشيل الام دوت واحط طبعا قانون الام دوت بتساوي ايه؟ رو ايه في؟ يبقى رو في المساحه بتاع الجت في اريا جت في في جت في في جت وفي جت في جت ثانيه يبقى بقى في جت ثانيه. كده كل حاجه تعرف تجيبها كله تمام؟ عوض بقى الرو، قال لك الميه يبقى الرو بكام؟ كام يا ابني؟ 1000 اريا جت بقى على 4 واحد من عشرة تربيع، الديامتر حوله المتر بقى على 4 ديامتر تربيع. الفي جت 8 تربيع، يبقى طلعت الفورس 502 علامة 655 تمييز نيوتن. طبعا مثال الامتحان ما بيجيش بالشكل ده خلاص، بس احنا ايه بنسخن الكلام ده صعب. طب انا هسأل سؤال الشاطر اللي جاوب، سرعة الخروج هنا بكام؟ ايه علاقتها بالفي جت؟ سرعة الخروج هنا بيجيبها يبقى ده شغال شوية. أو بلاش تكون الفي جت أو السؤال مش دقيق شوية. حد فاهم هقول إيه أصلاً؟ هو أكيد مش نص دي، أكيد من تحت النص. يعني نص الثمانية. طيب خلينا مثلاً خلينا مثلا نقول ان في حاجه زي كده وانت في خرطوم ميه، في خرطوم ميه عمال ترش ميه كده، فالفلو بتاع الميه يطلع كده صح؟ مظبوط؟ هل الديامتر اصلا اتغير؟ لا. انت مثلا خرطوم ميه اهو، حلو؟ ده حائل قدامك اهو، ده خرطوم ميه وده حائل، حائل قدامك بالشكل ده، فانت عملت رش الميه والميه ايه؟ اتعكست بالشكل ده، قال القطر بتاع الجيت بتاع الميه ده؟ لا. السرعه هنا قد ايه؟ بفرض ان ده وده نفس القطر بتاع ده، اصل من الرسمه يعني هما شكل بعض اصلا في القطر. هيبقى 8 انت الماس في الاوريت، الماس في الاوريت اتقسم على اثنين، يعني الحته دي نص ام دوت والحته دي نص ام دوت. عشان يبقى ده نص ام دوت، والله الام دوت رو اريا في. الرو كده كده ثابته، الاريا تقريبا ثابته. فالفي هنا في جت وهنا في جت. فاهمين يا ابو علي؟ قول قولي هذا. استغفر الله العظيم. ايوه. فاهمين يا ابو علي؟ يعني يعني السرعة هتفضل ثابتة. لأن اللي هيتقسم على اثنين غالبا المساحة. مش المساحة احنا قلنا ثابتة؟ المساحة ثابتة. هو أنت استخدمت نفس القانون وحطيت القوة بصفر؟ إزاي المساحة هتتقسم؟ ده هو كان المفروض في حاجه زياده، انا اللي بتحنك يعني. انا مش هحتاج اصلا في المساله. ماشيين يا ابني لا تقول.
ومسألة فاهمة؟ مسألة فاهمة يا شباب؟ خش على بعدها. خش على بعدها. بعدها يا دي يا حبيبي. تعالى حبيبي. بلد دي مفتوحه ماشي زي الهنش كده ومفتوحه يعني تعدي منها ميه حاجه ماسكه كده مصونه يعني. وكان المفروض يكتب على المساله نفس السرعه ولا حاجه لو هو عايز فاهم. لا لازم نتحمي ونفكر في حاجه وبتاع. احنا ساكتين والمساله سهله. اللهم صل عليك يا رب. مديك مسألة بالشكل ده كده وقال لك ناس من مقطع واحد وناس من مقطع اثنين وقال لك الفلو هنا كده وكده يعني الفلو واحد كده ماشي. طيب اللهم صل على كلام دي الرسمة بالظبط اللي هو رسمها لك. ايه الزيادة بقى في الرسمة؟ بيقول لك يا سيدي ان القطر بتاع الماسورة 5 سم. القطر بتاع الماسورة 5 سم. طيب اللهم صل على النبي ماشي. بيقول لك ان الطول ما بين واحد واثنين، الطول بين واحد واثنين 75 سم. الطول بين واحد واثنين 75 سم. الله اعلم بقى مدالك ليه. بيقول لك بقى في حاجه ومدالك اسمها الويت فلو ريت. في حاجه مدالك اسمها الويت فلو ريت يعني دبل دوت. في حاجه مدالك اسمها الويت فلو ريت دبل دوت مديها لك 230 نيوتن على السنة. ومديك الضغط عند المقطع واحد 165 كيلو باسكال. ومديك الضغط عند المقطع اثنين 134 كيلو باسكال. تمام يا شباب؟ بيقول لك وعايز التوتال فورس اللي الفلانجات ماست ريزيستنت. عايز التوتال فورسز بتاع الفلانجات يعني رياكشن فورس توتال فورس. اكيد توتال فورس يعني في اكس وفي واي. يبقى تعالى مثلا نفرض محور اكس ونفرض محور واي. افرض اي حاجه، ما هو مش حاطط لي اصلا قوه على الرسم، بس ممكن نقول مثلا بديهي كده او بالوهم كده الفلو رايح كده، فاكيد الحاج ده عشان يقاوم الفلو هيقاوم كده. ايوه هيقاوم في اتجاه اكس اكيد هيقاوم كده. يعني ممكن مثلا ايه نفرض محور اكس كده. طبعا لو طلع التخيل بتاعنا غلط هتلاقي القوه اصلا مش طالعه موجبه، لا طالعه سالبه. طيب بالنسبه للواي اكيد لو هو عايز يقاوم الفلو كده هيقاوم كده صح؟ يعني ممكن تعمل محور واي كده. احنا مجرد بنتخيل يا جماعه، حط محور اكس وواي زي ما انت عايز خلاص. يعني مثلا ده تخيلنا لاف اكس الله اعلم صح ولا لا، وده تخيلنا لاف واي والله اعلم هو صح ولا لا خلاص. يبقى انا المساله دي هضطر ان انا اطبق في اتجاه اكس وفي اتجاه واي واحده واحده كده. سمشن الفورس في اتجاه اكس بيساوي ايه؟ سمشن ام دوت في بسم الله اوت في اتجاه اكس ناقص سمشن ام دوت في املت في اتجاه اكس. تمام يا شباب؟ نسال نفسنا سؤال، طب تعالى نحط كده كل القوى اللي في اتجاه اكس زي ما اتفقنا في رياكشن فورس، ودي غالبا المجهوله. احنا عايزين نجيب قوه رياكشن فورس اسمها اف اكس. يبقى ده اول قوه اللي هي اف اكس. السؤال الثاني، هل عندنا ضغوط؟ ايوه ولا لا؟ ايوه ولا لا؟ عندنا ضغوط، عندنا في هنا ضغط اسمه بي واحد وضغط هنا بي اثنين، كل ضغط هضربه في المساحه بتاعته. طيب البي واحد بيأثر كده، ايه علاقة تأثير البي واحد بمحور اكس؟ عكس محور اكس، يعني يبقى موجب بي واحد في الاريا ولا سالب بي واحد في الاريا؟ ها؟ سالب بي واحد في الاريا. خلصنا من ده، تعالى نشوف ده. البي الضغط زي ما اتفقنا بيأثر دايما عمود على الكنترول فوليوم وداخل. مالكش دعوة باتجاه الفلو، اوعى تغلط، مالكش دعوة باتجاه الفلو. الضغط بيأثر عمود على الكنترول فوليوم وداخل. الضغط بيأثر عمود على الكنترول فوليوم وداخل، يعني هو برضه هيأثر كده. يبقى موجب ولا سالب؟
يبقى سالب ها قوه الضغط بتاع بي 2 هيبقى اسمها ايه؟ بي 2 في الاريا. انا سميتها اريا بس مش اريا واحد واريا 2 لانها هي اريا واحده، يعني الماسوره كلها نفس القطر اللي هو 5 سم. فاهمين يا بولي؟ تمام يا شباب؟ ها بيساوي الاوتلت ناقص الانلت. في اوتلت في اكس؟ اه أو في اوتلت في اكس. هو اوتلت واحد بس اللي هو عند المقطع 2 صح؟ والام دوت طبعا ثابته، لو هنا ام دوت هيبقى هنا ام دوت برضه مظبوط؟ يبقى بص معايا كده الاوتلت، هذا الام دوت اهي. بالنسبه لسرعه الخروج، الخروج عند المقطع 2 علاقه سرعه الخروج بالمحور اللي انت فرضه في نفس اتجاه المحور، يبقى ام دوت في مين؟ في ام دوت في في سميها باسم المقطع اللي في 2. تمام كده يا شباب؟ يبقى دلوقتي خلصنا من المقطع الاوتلت اللي هو مقطع 2 ناقص المقطع الانلت، والله المفروض ناقص ام دوت. ها في الفي، علاقه الفي عند المقطع الانلت اللي هو الفي 1 علاقتها بمحور اكس. لا لا ركزوا كده، ركزوا كده بالله عليك. انا ساكت اهو ما بتكلمش خالص، ولا مساله عاديه يا جماعه قولوا معايا. يبقى ده الام دوت اهي في السرعه عند المقطع واحد علاقتها بمحور اكس في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه السالب، الاتجاه المعاكس لمحور اكس. يعني هي المفروض في، وهي اصلا معاها سالب في 1، وهي اصلا معاها سالب، يبقى ده هتبقى موجب. صعب. اسالك سؤال، ايه العلاقه بين الفي 1؟ ده بقى سؤال صح ان شاء الله. ايه العلاقه بين الفي 1 والفي 2؟ ايكوال. ايه علاقتهم ببعض؟ في ايه اللي ضمنها ان هم نفس الحاجه؟ ده ميه يا سيدي، ميه. ايه علاقه ما بين الفي 1 والفي 2؟ متساويين. عرفت منين؟ مش مساله عطلتها، المساله ان ده ميه صح؟ وستيل ستيت، يعني كيو 1 بيساوي كيو 2، يعني اريا 1 في 1 بيساوي اريا 2 في 2، واريا 1 واريا 2 بيساوي بعض، يعني في 1 بيساوي في 2. اسم هي الدبليو دي كونستنت اه اسمه ويت فلو ريت، هو مدالك في المساله ويت فلو ريت، نجيب منها الماس فلو ريت من اسم على الجي. شوف مش عارفين، بس خلينا دلوقتي واحنا ماشيين الكلام ده فيه مشكله. يعني انا اصلا ممكن هنا اعمل ايه؟ ممكن اخليها 2 ام دوت في، صح؟ خد ال ده هو ده، يعني 2 ام دوت في، في 1 او في 2 مش فارق معايا في الكلام ده. تمام يا شباب؟ والله احنا عشان نعرف نحسب الاف اكس لازم اتاكد ان كل حاجه معايا، لو مش معايا احاول اشيلها واحط لها قانون زي ما انا عملته في المره اللي فاتت. دي واحد معايا صح؟ انا كده كده عايز ده، يبقى لازم ده يبقى موجود. دي واحد موجوده؟ ايه؟ باتنين اريا في واحد وام دوت، لا ده ولا ده صح؟ خليها واحده واحده كده، يبقى احاول اشيل كل واحد واحط مكانه قانون. تمام كده؟ خلينا دلوقتي في الام دوت، ممكن اشيلها واحط ايه؟ الويت على الجي. والله هو مديك في المساله الويت في الوريت، انت اصلا عشان تحول ويت لكتله بتعمل ايه؟ الوزن بيساوي الكتله بعجله الجاذبيه الارضيه. يبقى عشان تجيب من الوزن تجيب الكتله تقسم على عجله الجاذبيه الارضيه. طب انا دلوقتي ما بقولكش وزن، بقول لك ويت في الوريت، عايز تحوله لماس في الوريت. اقسم على عجله. يعني ممكن اشيل الام دوت واحط ايه؟ دبليو دوت على جي. طب خليها بالفي 1، ممكن نجيبها ازاي؟ والله الفي بيساوي، تعال مثلا نعملها كده، الفي اهي بيساوي ام دوت على الروف الام صح؟ الام دوت هي دبليو دوت على جي، يعني ممكن تصرف في الاخر دبليو دوت على جي رو ام مظبوط؟ ده في ده، يبقى دبليو دوت بقى التربيع، الجي بقت تربيع وده الروف مين؟ كلام صعب يا شباب؟ في مشكلة؟ في مشكلة يا ابني؟ يا ابني مشكلة ويا يا ابني؟ معوض ولا ايه؟ معوض؟ يبقى هات يلا الاف اكس مليني الارقام، هودي ده الناحية التانية وده الناحية التانية واعوض. بي واحد في الاريا وديها الناحية التانية. ممكن اخد الاريا من هنا عامل مشترك تبقى بي واحد زائد بي اتنين. يعني ودي ده الناحيه الثانيه، يبقى بي 1 زائد بي 2 في الاريا، الكلام ده صعب. بي 1 بكام؟ بي 65. 165؟ مش ده لسه اه، يعني 165,000. ها؟
مش كيلو باسكال، باسكال تمام. يبقى 165 بس انا هحولها في الاخر، يبقى في واحد 165 والدي 2 بكام؟ 134. ده كيلو باسكال، عشان تحول الباسكال اضرب في 10 اس 3 تمام كده. بالمساحه، المساحه اللي الضغط بيأثر عليها اللي هي مين؟ باي على 4 ها؟ 5 من 100 تربيع. يبقى خلصنا من ده ولا لا؟ تمام كده؟ تعال نقفل على ده زائد هذا اللي ادينا اهي، ده اللي ضبط بكام؟ 230 تربيع على الجي 9.81 من 100 تربيع رو 1000 الاريا باي على 4 في مين؟ 5 من 100 تربيع. هتظبط الكلام ده وفي بتاع هتطلع لك الاكس اكس الرقم ده. تمام كده؟ طبعا هو مش مطلوب في المسألة، مطلوب التوتال فورس، كده جبنا الاف اكس. تعالى يلا نجيب الاف واي. هنطبق نفس القانون بس في اتجاه واي، ركز معايا كده. وطبعا طلعت لك منجبة، منجبة يعني ايه؟ طلعت مع المحور اللي انت فرضه تمام، يعني التخيل بتاعنا تمام. إن الرياكشن فورس فعلا ممكن تبقى كده. بالنسبة لاتجاه واي، سميشن اف واي بيساوي سميشن ام دوت في اوتلت في اتجاه واي ناقص سميشن ام دوت في انلت في اتجاه واي. سؤال صغير، هل في اوتلت او انلت في اتجاه واي؟ لا انا بتكلم على الترم ده، سيبك من قوه دلوقتي، انا بتكلم على ده. هل في اوتلت اصلا لاي ماس فلو ريت او سرعه في اتجاه واي؟ في انلت اصلا في اتجاه واي؟ يعني الترم ده بالسلامه صح؟ يعني مجموع القوه بصفر، المهم بس ايه نحط القوه صح. والله القوة في رياكشن فورس اللي هي الاف واي اللي هي غالبا مجهولة في المسألة اللي هي الاف واي. مظبوط؟ تاني قوة، والله بريشر فورس، هل في بريشر فورس في اتجاه واي؟ لا. ويت فورس، هل الويت فورس هنا هيهمل؟ لا. عرفت منين هو مش هيهمل؟ الحجم بين واحد واثنين أصلا معطى. أو تعرف تجيبه، عرفت منين إن هو مش عايز يهمله؟ لأنه مدي لك الطول بين واحد واثنين، يعني بيقول لك لو سمحت ما تهملش الحجم. يعني إيه ما تهملش الحجم؟ يعني ما تهملش الوزن. يعني هتلاقي من الاخر الاف واي هتساوي الوزن، الوزن بالسالب طبعا، فاف واي ناقص الوزن بيساوي صفر، الوزن بالسالب لانه عكس محور واي، يبقى اف واي ناقص الوزن بيساوي صفر، يعني اف واي بيساوي الوزن. هتشيل الوزن وتحط ايه؟ ام اف جي صح؟ الدبل دوت دي ايه؟ ويت فلو ريت. ما جبنا منها الماس فلو ريت قسمناها، وانا لو كان عندي التايم كنت ممكن اجيب منها الويت على طول. لو كان عندك ايه؟ التايم، يعني كنت ضربت في يعني اللي هو ويت فلو ريت في التايم وهجيب منها الويت على طول. لان انت بتقول عايز اضرب في التايم وكنت اجيب الماس فلو ريت، لان الكتله اصلا اللي اداها لك هي كتله من واحد واثنين اصلا، ازاي هتضربها في تايم اساسا؟ هل دي الكتله اللي داخله او اللي خارجه؟ ده دي الكتله بتاع كنترول فوليوم، يبقى ازاي هتضربها في تايم؟ ما قلت لا دلوقتي عشان نجيب الوزن انا هجيب الوزن بتاع كنترول فوليوم. يعني بص كده معايا رو في جي، الرو اللي هي 1000، الفي حجم الكنترول فوليوم ما بين نقطه واحد ونقطه اثنين. هجيب الحجم ازاي؟ دي اسطوانه صح؟ افرض الاسطوانه وقف فيها كده، هو مديك الطول اصلا ما بين واحد واثنين مدولي 75 سم، يعني باي على 4 دي تربيع في ال اللي هو مساحه القاعده في الارتفاع، يعني باي على 4 5 من 100 تربيع في الارتفاع اللي هو 75 من 100، ده الحجم، والجي 9.81 ده حجم كنترول فوليوم اصلا ما بيتدفقش. يعني الطول بعد ما نفردها اتخيل دي اصلا اسطوانه، وبعدين الطول من ال وبعدين الطول ما بين واحد واثنين، واحد واثنين كده ولا من واحد واثنين راس؟ لا كده كده ده الباي بلينز، ده طول الماسوره، يعني الويت ده بتاع الماسوره، لكن الثاني ويت فلو ريت ده بتاع الفلو. ايوه الفلو اللي داخل تمام، فاهمه؟ هو مدالك اكيد الضغط لما ياثر على مقطع واحد او مقطع اثنين هياثر ازاي على الناس؟ الضغط دايما بياثر على عمود، هياثر كده يعني غصب عنك هياثر افقي، عمره ما يبقى لي اي مرتفع في الواي.
عارف امتى يبقى ليه مركبتين؟ لو كانت المساحه اصلا مايله هيبقى ليه مركبه في الاكس والواي. في الاتجاه ده اللي بقى في الاثنين اتكلم على ايه؟ الضغط اتجاه داخل ليه في الاثنين عند واحد مع الاثنين عند بس دايما الضغط بيبقى داخل دايما. انت مثلا نقول بتاع دي كان فيها ضغط فيها ضغط الضغط هيعمل ايه في البتاع دي؟ هيأثر عليها كده. هل دي ممكن تأثر على الضغط؟ هل دي ممكن تأثر على الضغط؟ او بناء على تاني هل الضغط ممكن يشد حاجه؟ الفلور اللي جاي ده مش ممكن يأثر عليها؟ لا مش بتكلم في كده. البتاع دي جنبها ضغط دي جنبها ضغط الضغط هيعمل فيها ايه؟ الضغط هيعمل فيها ايه؟ متأكد. هل سمعت ان في ضغط بيشد حاجه؟ سمعت عن كده؟ لا. هنا برضه نفس الكلام ده جنبه ضغط وده جنبه ضغط الضغط هيعمل ايه؟ هيأثر عليها عمودي كده. ده جنب ضغط الضغط هيعمل ايه؟ هيأثر عليه عمودي كده بيأثر عليه بيضغطه كده. لو انت عايز تعمل الضغط كده معناه ان الضغط بيشد في الكنترول فوليوم وده غلط. الضغط ما بيشدش في الكنترول فوليوم الضغط بيأثر داخل الكنترول فوليوم. الكنترول فوليوم هو المقطع ما بين واحد واثنين. فاهم انا بقول ايه؟ يا جماعه اللي عنده سؤال يسأل اللي عنده سؤال يسأل اللي عنده سؤال يسأل. انتوا فاهمين؟ مش حد عنده اسئله؟ خلاص تمام. اللي بعده في ناس بتتفرج على الفيديو قال لك الراجل ده بيقول ايه؟ اللهم صل على النبي. نشوف مسألة من دي او دي 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 الاثنين زي بعض تعالى نحل دي. بسم الله. المهم اول مره شرحه دي اصلا انت بتقعد تجرب فيها فاهم؟ لازم وزي ما قلت لكم احنا بنتعلم كلنا فاهم؟ ممكن حد يسال سؤال حلو حد يقول حاجه حلوه انا مش واخد بالي منها كلنا بنتعلم يا شباب مفيش حد كتير على العلم. اشوف مساله لو انت قرات المساله هتلاقيها بالظبط كده يعني من غير قراءه المساله ده اللي على الرسم. حد عنده سؤال؟ لو قرات المساله بيقول لك ايه ان الفورس ركز كده معايا لو قرات المساله مديك الفورس ب 100 في فورس كده مديها لك بيقول لك ان هي ب 124 نيوتن تمام كده؟ مديك الفورس ب 124 نيوتن بير متر اوف ديبس انتو ذا بيبر يعني العرض العمود على البيبر 1 متر يعني العرض ب 1 متر. ايه المطلوب؟ انا عايز الزاويه ثيتا. انا عايز زاويه ثيتا ده المطلوب مني. طب بقى السؤال اللي كنت هموت واساله المره اللي فاتت هنا ده فلوريت يعني انت بترش ميه على البتاع دي فالفلو اتقسم نصين. هو بيقول لك ان النص الاولاني ده 6 متر على الثانيه وده 6 متر على الثانيه. يبقى الاريا بالنص. يبقى الاريا نص يعني الاريا دي او الاريا دي نص الاريا دي. خلاص؟ هو ده السؤال اللي كنت هعمله بس. تمام يا شباب؟ بس ما كنتش فاكر هو فين بالظبط. تعالوا نحل المساله. هو عايز يسوي فيه. الله بس المره دي مديك الاف اللي هي الرياكشن فورس ما قلت لك هي غالبا مجهوله مش دايما مجهوله. طيب انا دلوقتي اشتغل في اتجاه اكس او بلاش نقول اكس واي في اتجاه افقي ولا راسي. القوه اللي عندك اللي هي الرياكشن فورس في الراسيه ولا افقيه؟ افقيه. متى اشتغل في الاتجاه الافقي؟ زي ما اتفقنا انا بحب افرض محور اكس مع الرياكشن فورس. الرياكشن فورس كده يبقى بحب افرض محور اكس كده محور خلاص. يبقى دلوقتي اشتغل في محور اكس فصمشن الفورس
في اتجاه اكس مثال سميشن ام دوت في اوتلت في اتجاه اكس ناقص سميشن ام دوت في انلت في اتجاه اكس. واحده واحده كده. القوه اللي في اتجاه اكس اتفقنا فيه ثلاث انواع من القوه. رياكشن فورس عندي اف مع المحور بتاعه، يبقى ده اول قوه اللي هي رياكشن فورس اللي هي الاف. بريشر بضغط جو مفيش بريشر فورس. وزن مش بيديك مثلا طول الحته دي كام ولا بيديك كام، فالوزن مش هيبقى موجود اصلا، يبقى مفيش الا اف. بالنسبه للاوتلت وبالنسبه للانلت. بالنسبه للاوتلت لو ده ام دوت يبقى سواء ده او ده ايه علاقته بالام دوت؟ بام دوت مقسوم على اثنين صح؟ ما الفلو ده اتقسم نصين، نص فوق ونص تحت. يبقى انا دلوقتي عايز اشتغل، يبقى انا عندي اثنين اوتلت صح؟ اللي هو ده واللي هو ده. يبقى اقدر اقسمه نصين، انا هشتغل على واحد واضربه في اثنين مش فوق وهو تحت. يعني ممكن اقول ام دوت على اثنين صح؟ في السرعه سميها اي حاجه سميها فيه. طب السرعه ده ايه؟ سميها فيه بس هنحللها دلوقتي. انت لو عايز تحلل السرعه ده ايه؟ ليه عرفت منين ان انت هتحللها؟ لانها مايله. انا عايز احللها في المحور اللي انا شغال عليه اللي هو محور اكس. عشان تحلل الستة دقايق او السرعه ده ايه اسمها فيه؟ عشان تحللها في الاتجاه الافقي هتحللها بنص السيتا، سيتا على اثنين صح؟ هتحللها كده بالزاويه ده اهي اللي هي سيتا على اثنين. طب وانا عارف ليه مقسومه بالظبط عشان الماس والويت اتقسم على اثنين بالظبط؟ جدع صح. فوق زي تحت سيمتريه. الفلو الماس عارفه زي ما بيقول لك السيمتريه والكلام ده؟ فاكرين التراسز؟ كانت التراسز؟ الديناميكا كانت ابحاث؟ اه كانت اول بوب؟ يبقى مش فاكر ايه. المهم كانت في التراسز يقول لك ايه ده 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 في سيمتري، سيمتري يعني ايه؟ القوه اللي على اليمين بتساوي القوه اللي على الشمال، يعني احسب ناحيه واحده يبقى الناحيه الثانيه زيها. طب انا لما اقول لك الماس فلوريت فوق هو الماس فلوريت تحت، يعني في سيمتريه، يعني الرسمه فوق هي إيه الرسمه تحت. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني فوق لو فوق سيتا على اثنين يبقى تحت سيتا على اثنين عشان يبقى في سيمتريه. يعني ممكن يغير النسبه والسيتا بتتغير على اساس ممكن، بس هو عمره ما عملها. يعني المرجع ما فيش فيه مساله مغير النسبه. يعني لو الدكتور هيغير يبقى هو ما اعرفش جابها منين. طب هو مثلا لو غير يبقى السيتا هتتغير، يعني لو الام فوق مثلا تلتين وتحت تلت، السيتا هتبقى برضو فوق تلتين وتحت تلت ولا هتبقى العكس؟ مش عارف، ما فكرتش فيها قبل كده بصراحه. بس هي مسائل يعني المرجع كلها فوق زي تحت. ضمنتك ايش؟ يعني انا بالنسبه لي فتحت المرجع اصلا قبل ما اجي كله فوق زي تحت. تلاقيه بس. بس ما فكرتش بالسؤال ده قبل كده بصراحه. لو فكرنا فيها نقعد نضيع وقت السكشن وبتاع مش لازم. يلا يا شباب نكمل. اي سؤال؟ اي سؤال؟ نكمل. يبقى دلوقتي الفي لما هنحللها هحللها بسيتا على اثنين. ها؟ طب انت دلوقتي عايز تحلل السته ده ايه في الاتجاه الافقي، هتحلل بسيتا على اثنين تبقى كوساين ولا ساين؟ يبقى كوساين صح؟ صح ولا ايه؟ يبقى كوساين سيتا على اثنين. بس يا سامت انا اعتبرت ان ده هو الام دوت. فليه اتقسم على اثنين؟ لان هنا ام دوت على اثنين وهنا ام دوت على اثنين، بس انا بقول لك انا هشتغل على واحد منهم واضربه في اثنين. دي ام دوت على اثنين يا عم. تخيل ان انا مش واخد بالي، هاخد واحده يا عم. انا فاهم اصلا ما هتبقى ام دوت صح، بس انا يا عم انا مش واخد بالي، انا اشتغلت على واحده وهضرب في اثنين في الاخر. لسه ما ضربناش في اثنين، لسه ما ضربتش في اثنين. الكلام ده يا جماعه صعب. يبقى انا دلوقتي اشتغلت على اللي فوق. حد فاهم المعادله دي جت ازاي؟ السرعه موجبه ولا سالبه؟ سالبه. يعني في اشاره انا نسيتها صح؟ مظبوط؟ لان السرعه عكس محور اكس. يعني حط اشاره سالبه اهي. والكلام الناتج ده اهو اضربه في ايه؟ في اثنين عشان فوق في فوق وفي تحت. فاهمين يا جماعه اللي بقول ايه؟ تمام بقى تيم دوت؟ تمام؟ يبقى دلوقتي اشتغلت على الاوتلت، تعالى نشوف الانلت. الانلت هو الزبون ده. في غيره؟ يبقى المفروض ناقص، ركز كده معايا. ام دوت اهي. السرعه هي في، في اهي. طيب الفي دي مع المحور ولا عكس المحور؟ عكس المحور هتبقى سالب، سالب بموجب. مظبوط؟
طب ما تيجي ناخد الام دوت والفي عامل مشترك، فيها مشكله؟ ها يبقى ده الام دوت والفي عامل مشترك، هيبقى ايه؟ هيبقى واحد وهيبقى فوق ايه؟ برافو صح، سالب كوساين سيتا على 2. ايه؟ تمام ولا يا شباب؟ بالله يا جماعه. طيب يبقى انا دلوقتي ابص على القانون واشوف ايه اللي مجهول، مين المجهول في القانون او مين اللي انا عايزه؟ انا عايز السيتا، يبقى لازم الباقي يبقى موجود، بس السيتا اللي انا عايزه. ها اف موجوده ولا لا؟ موجوده ولا لا؟ موجوده. اف موجوده ماشي. الام دوت موجوده؟ لا، يبقى انا هحاول اتعامل معاها. طب اشوف الباقي كده، الفي موجوده؟ اه السيتا كده كده انا عايزها، فالام دوت هحاول اتعامل معاها. ممكن اشيل الام دوت واحط ايه؟ رو في بتاعها، رو اي في وفي في في تربيبي صح؟ ممكن اشيل الام دوت واحط رو اي وفي في في تربيع واحد ناقص كوساين سيتا على 2. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نراجع كده التعويضات مع بعض. الاف بكام يا جماعه؟ 124 صح. الرو بقول لك ميه كانت كثافه كام؟ 1000. وحده قياس الكثافه ايه؟ وحده قياس الكثافه كيلوغرام على متر تكعيب. كيلوغرام على متر تكعيب صح. المساحه هو ده دكت؟ لا ده مقطع مستطيل، لانه لما ادالك القوه خد بالك، لما ادالك القوه قال لي بير متر ديبس انتو ذا بيبر، يعني المقطع مستطيل له طول وعرض. يعني 4 سم في كام؟ هل اسيبها سم؟ يبقى كام في كام؟ 4 من 100 في 1، يبقى دي المساحه. والسرعه بتديها لك ب6. طب هتجيب السيتا ولا لا؟ فاهمين يا شباب؟ شوف اللي بعدها. حد عنده سؤال؟ يا حبيبي اسمع. المساحة داخلة هي المساحة خارجة؟ يعني انا اشتغلت المساحة اللي انا اتفقنا انت اشتغل. بص وانا بشتغل انا اعتبرت ان ده هو الام دوت. وده ام دوت على 2. يعني الريفرنس ركز السؤال وانا شغال، ركزوا السؤال يا جماعة وانا شغال، مش انا اعتبرت ان ده هو الام دوت؟ وده هو الام دوت على 2. يعني انا لما اشيل الام دوت واحط رو ايه في، يبقى انا قصدي الاريا ده اهي، لان ده خدت الريفرنس ده ام دوت، خدت ده بالنسبه لده، خدت ده بالنسبه لده، فخليت ده ام دوت على 2. فما عوضش بمساحه ده او مساحه ده، لا اعوض بمساحه ده اللي انا اصلا عامل ريفرنس بالنسبه لي. انا اصلا ممكن اعرف اجيب مساحه كل واحد فيهم، هي هتبقى طالما النص هيبقى دي 2 ودي 2 فهي نفسها صح؟ لا الام دوت لما تعوض عنها لازم ده، لان انا لما جيت احطه في المساله نسبت، عملت تنسيب لده بالنسبه لده. يعني انا اعتبرت ده هو الام دوت وده ام دوت على 2 سواء ده او ده. يعني انا اصلا شغال ده الريفرنس بتاعي ده الام دوت. فاهم قصدي؟ مش فاهم قصدي؟ طب ما هو ده ام دوت على 2، ما انا لو يعني انا ممكن اجيبها انت قصدك هتجيب لي ام دوت على 2؟ مفيش مشكله، بس ليه لا؟ بس لو السرعات اختلفت الفات اختلفت صح؟ مش همشي مش هاخد تمام صح؟ بس لا اكيد الام دوت هتتنسب لبعضها. ما الناس في الوريد ده اتقسم نصين، واحد فوق واحد تحت. يعني اذا كان ده ام دوت يبقى ده ام دوت على 2 وده ام دوت على 2. الناس كونسبشن بتاع المره اللي فاتت حسبت ده لان السرعات متساويه، انما لو السرعات مختلفه حتى لو السرعات مش متساويه ام دوت رايف الفلو ده اتقسم نصين. حتى لو السرعات مش متساويه الفلو ده اتقسم نص فوق ونص تحت. حتى لو السرعات مش متساويه الام دوت ده بيساوي مجموع ده زائد ده. خلاص بس مش نص، يعني احنا عرفنا ان هو نص عشان السرعات متساويه والكلام اللي قعدنا نتكلم فيه كمان. فاهم بقول ايه؟ سؤال اخر عشان سؤال اللي بعده عرفت قبل السؤال بتاع السؤال الاول خلاص ماشي خلصنا من ده تعالى مثلا نتقدم عشان بس الوقت ما يسمحناش زي الفل. مش عارف وقت الأزمة ولا لأ، أنا مهم بس اتفضل يا جماعة. 3 مسائل بالظبط، حل 3 مسائل بالظبط، فكروا على الله.
كمين يا جماعه فهمتوا المساله دي؟ فهمت يا ابني المساله دي يا ابني؟ باشمهندس معلش يا حبيبي اتفضل. هو هنا انا ما حطيتش ليه الكور